ده ان شاء الله فيديو لشرح ليسون 3 من كونسبت 3 2. بيقول لي هنا بالنسبه للاير، اول ما الاير يحصل له هيتد، اول ما الهواء يسخن، احنا قلنا اول ما الهواء يسخن يحصل ايه؟ المولكيولز تبدا تبعد بعيد عن بعض، فيحصل لها اكسباد. لما تبعد بعيد عن بعض تبقى الدنسيتي، دنسيتي يعني كثافتها، زي العسل والميه، مين اللي عنده دنسيتي اكتر؟ العسل عنده دنسيتي اكتر من الميه، تقيل من جوه. كل ما المولكيول تسخن، المولكيول تبعد بعيد عن بعض، فيحصل لها اكسباند. لما يحصل لها اكسباند الدنسيتي ديكريس، تبقى خفيفه فتطلع لفوق. يبقى اول ما الاير هيتد اكسباند، لما يحصل له اكسباند المولكيول اوين، تبعد بعيد عن بعض. لما تبعد بعيد عن بعض يبقى ليس دنسيتي اند موف اب. الكلام ده عكس الكولد اير، الهواء الساقع. الهواء لما يبقى ساقع يحصل ايه؟ كونتراكت، ينكمش. يعني ايه ينكمش؟ يعني المولكيول تقرب من بعض. لما المولكيول تقرب من بعض تبقى كلوز توجذر، تقرب من بعض and become more density and move down، تبقى اكثر كثافه وتسقط لاسفل. يبقى ده اللي بيحصل كده. هنحفظ بقى قانون الهوت اير اكسباند، مولكيول اواي، ليس دينستي رايز اب. انا بحفظ الحاجه الهوت، جين ثيرمال انرجي، بتكسب حراره، موف اواي، اكسباند، ليس دينستي رايز اب. طب جيف ريزون لو قال لي ليه الهوت اير رايز اب، ليه الهواء السخن بيطلع لفوق؟ هقول له عشان الهوت اير ليس دينستي رايز اب. فدايما الهوت اير اباف ذا كولد اير، لازم الهواء السخن فوق الهواء الساقع. عشان كده بنعمل تجربه، هنا بنجيب لمبه ونرش عليها تالكوم باودر. التالكوم باودر اللي هي البودره بتاعت التلج، بودره لونها ابيض كده، لما نيجي نرشها على اللمبه، اللمبه دي تيرن اوف، لمبه مطفيه. فطبعا ما دام لمبه مطفيه يبقى الهواء اللي فيها كول، هواء ساقع. هلاقي التالكوم باودر كول، يبقى بتفضل موجوده حوالين اللايت بار، حوالين اللمبه، ما طلعتش لفوق. طب اروح ارش برضو التالكوم باودر، بس اعمل ايه لللمبه؟ اعمل لها تيرن اون، هنور اللمبه، وارش التالك باودر اجي ابص الاقي ايه؟ اول ما اللمبه بيحصل لها اون تنور، الاقي التالكوم باودر رايز اب، الاقي بودره التالك طالعه لفوق. طب ليه طلعت لفوق؟ عشان الهوت اير مولكيول اواي اند اكسبان اند ليس دنسيتي اند رايز اب. الهواء السخن بيتمد بيبعد بعيد عن بعض فيطلع لفوق. طب عمل تجربه هنا، والتجربه دي احنا نقدر نعملها دلوقتي، وهنشوف خطوات تجربه ازاي بتتعمل التجربه دي في البيت. هجيب بيبر سبايرل، يعني ورقه ملفوفه. الورقه الملفوفه دي نحطها فوق لمبه تيرن اوف، لمبه مطفيه. هلاقي ان البيبر سبايرل دونت سبايرل، الورقه الملفوفه دي مش بتلف. طب ايه اللي يحصل لما نشغل اللمبه؟ قال لك اول ما اللام بتيرن اوف الاقي السبايرال بيبر بيحصل لها سبايرال، عماله تلف. طبعا ليه لفت؟ عشان الهوت اير للدنس اند اكسبان اند رايز اب، والكولد اير مور دنستي كول داون. نشوف تجربه ايه؟ دي التجربه اللي بنحكي عنها. هو عمل ازاي الخطوات دي؟ اول حاجه بيجيب ورق فويل، هيجيب ورق بتاع الزينه ده ويبتدي يقطعه يعمله سبايرال، سبايرال يعني دائري او حلزونه، ويبدا يجيب عصايه كده او خله، خله خشب، ويثبتها جوه شمع او فوق لمبه عادي، ويبدا يحط السن من فوق كده، بس هيقص الخيط على قد طول العصايه. نشوف بقى ايه اللي يحصل لما ننور الشمعه. دي سهله قوي ان واحد يعمل التجربه دي في البيت. لما ننور الشمعة مش الهواء السخن بيطلع لفوق؟ زي التجربة زي بالظبط تجربة بودرة التلج، أول ما اللمبة تنور نلاقي بودرة التلج طالعة لفوق. طب إيه اللي حصل؟ ليه حصل سباين دوران؟ الهوت إير للدنس رايز أب والكولد فول داون، اتعمل عملية سباين. كل ما تبقى الإضاءة أقوى لاقي الدوران ده أقوى. يبقى الكونكلوجن اللي استنتجناه ان الوارم اير رايز اب والكولد اير فول داون. ناخد بقى شويه قوانين مهمه. الهوت اير رايز اب والكولد اير فول داون، ده بنسميه ايه؟ اير كرنت، تيارات هوائيه.
هو في فرق بين الاير كارنت والويند. اه الاير كارنت ماشي فيرتيكال. يعني ايه فيرتيكال؟ يعني رأسي الهوت اير اب والكولد اير داون، حركة الهواء اوف رأسي كده اسمها اير كارنت. امال الرياح ازاي؟ الرياح حركة الهواء هوريزونتال افقية، فدي بنسميها ويند. يبقى في فرق بين اير كارنت وويند، نشوف الفرق بين الاثنين. الاير كارنت هقول له فيرتيكال موفمنت اوف اير، امال الويند هوريزونتال موفمنت اوف اير. الحركه الفيرتيكال الراسيه بنسميها اير كارنت، الحركه الافقيه بنسميها ويند. طب هو اختلاف درجه الحراره ممكن يسبب ايه؟ هي درجه الحراره على الارض كلها متساويه؟ احنا قلنا لا. ليه؟ لان السولار انرجي متوزعه عند الاكويتور هوت، طب نورث اند ساوث اكويتور وارم، طب نورث اند ساوث، تبقى الحكايه فيري كولد. يبقى انا اختلاف درجه الحراره في الارض دي حاجه احنا عارفينها. طب ده يسبب ايه؟ سبيد اوف اير كارنت، تغيير تاثر على سرعه الاير كارنت، تيارات الهواء، وياثر على سرعه الويند، وياثر كمان على الدايركشن اوف ويند. يبقى الديفرنس ان اير تمبريتشر افكت مين، ياثر في مين؟ سبيد كارنت وسبيد ويند ودايركشن اوف ويند. بعد كده ناخد التولز فور فوركاستنج، ادوات التنبؤ بالطقس. اول جهاز عندنا اسمه انيموميتر. ايه جهاز الانيموميتر؟ وهنشوف فيديو ليه. الانيموميتر ده بيقيس الويند سبيد، سرعه الرياح، عباره عن حاجه زي كوبايات كده فاضيه وبتقيس الويند سبيد، هنشوف شكله. وفي حاجه تاني جهاز اسمه ويزر رادار، ده رادار بيقيس الطقس. فايدته ايه الويزر رادار ده؟ هقول له الويزر رادار ركز في اللي حاصل، ده ليه اربع فوائد. نمبر 1 detect the intensity and the speed of precipitation، يعرف لي شدة المطر وسرعة المطر. intensity and the speed of precipitation. number 3 track، track يعني يتتبع. thunderstorm العاصفة والhurricanes العواصف والأعاصير. يبقى sun thunderstorm and hurricanes، يبقى أربع حاجات. بيعرف إيه؟ intensity and the speed of precipitation والايه؟ ثاندر ستورم اند هوريكانز. اخر جهاز عندي اسمه رينجيج. الرينجيج ده مقياس الرمل، مقياس المطر سوري. الرينجيج عباره عن زي كوبايه كده، واحنا ممكن نعملها في البيت عادي. ميجرز اماونت اوف رين، نشوف شكلهم ايه؟ كل الاجهزه دي. ده شكل الجهاز بتاع الانيموميتر. ده فايدته ميجر ذا سبيد اوف ويند، يقيس لي سرعه الرياح. هو كده بيتحرك وفي عداد، العداد ده بيقيس قد ايه سرعه الرياح. انا الانيموميتر ممكن اقيس بيه سرعه الرياح عادي على الارض كده عندنا. طب لو انا عايز اقيس في جبل عالي، بركب الانيموميتر اهو بالعداد اهو، بركبه على اير بلين، طياره، او حاجه اسمها ويذر بالون، او احطه جوه ساتلايت، يعني اقدر اقيس سرعه الرياح في اماكن مرتفعه برضه. دي طريقه صناعه الرينجيش في البيت. الرينجيش ده المقياس بتاع الرمل، مقياس المطر. هنا بيحط هنا ازازه ويحط هنا مقياس ومسطرة عشان يبتدي يعمل تدريج. هيبدا كده يعمل تدريج كده كأن المسطرة بالظبط على الازاز. ده بيبتدي يقيس كميه المطر اللي نازل، وانا ببتدي اقيس وصلت فين كميه الميه. يبقى ده كده الرينجيش فايدته ميجر the amount of rain. هنا بيقول لي how the precipitation occurs، يحصل ازاي عمليه سقوط المطر. اول حاجه بقول له when the small water droplets in cloud، تبدا قطرات الميه الصغيره موجوده جوه السحب تبدا يحصل لها تتكون جوه الكلاود، تبدا كوندنس تتكثف اكتر، فبالتالي الدروبلتس تبقى بيجر، قطرات تبقى اكبر وتبقى هيفي راتقل. يبقى في الاول الهواء الوارم طلع فوق، حصل له كوندنسيشن اند كولينج، عمل لي كلاود. بقيت القطرات مع مرور الوقت هيفير تقيله، فابتدت ايه؟ الجرافيتي تشدها لتحت. الجاذبيه شدت القطرات التقيله فتنزل في صوره بريسيبتيشن، يعني مطر. طب امال ازاي اوقات بينزل لنا قطرات من الثلج؟ انا لو عندي الكلاود السحب اللي فوق اتعرضت لكولد برد، تبدا يتحول الووتر دروبلتس يتحول لايس كريستال، كريستالات ثلج، تنزل في صورة، فيبدأ سقوط المطر البريسيبتيشن ينزل في صورة سنو، تلج، ينزل في صورة تلج.
كده يبقى ليسون 3. خلاص هنبدأ في ليسون 4. ليسون 4 بيتكلم على الاكستريم ويذر، الطقس الحاد، زي الفلوج الفيضان والساند ستورم، العاصفه الرمليه. طب عايزين نشوف تاثير ان المطر الكتير ينزل او المطر القليل. ايه الافكت اوف تو ماتش اور تو ليتل بريسيبتيشن؟ قال لك مبدئيا كده لو نزل مطر كتير يحصل ايه؟ ده مش اون بيلدينج، المباني تتهد. لو نزل مطر بكميه كبيره فيضانات، العمارات كده تتهد، ونشوف فيديو الكلام ده. اند اجريكلتشر، الاراضي الزراعيه تنتهي. يحصل انجريز اند ديث، يحصل موت وجروح. انا لما يحصل فيضانات مش الناس كلها حوادث والعربيات تخبط في بعض. او يحصل ويذر فينومينا، ظواهر طقس حاده زي الدراوت والفلود. كلمه دراوت يعني جفاف، لو المطر القليل جدا ظهر يحصل دراوت. زي الصومال بيحصل عندهم موجات جفاف، يعني مفيش ميه خالص، يبدا الارض تنشف خالص. او فلود يعني فيضان. نبدا باول جزء اسمه دراوت، جفاف. كلمة دراوت معناها ايه دراوت؟ shortage of water، نقص المية. طب ايه سبب نقص المية؟ هقول له due to extreme hot temperature، الحر زيادة عن اللزوم، فالمية كلها حصل لها evaporation، فمفيش مية. يبقى كلمة دراوت نتيجة ايه؟ small rain أو very little rain، مطر قليل جدا يعمل دراوت. طب بيحصل في أي أماكن؟ الأماكن اللي very hot temperature، الحراره اللي عاليه. عكس الدراوت فلودنج، فيضان. الفلودنج ده انكريز الفلو اوف ووتر، زياده تدفق الميه. طب ده السبب؟ انكريز رين، زياده معدل المطر. اول ما يحصل انكريز للرين فول، زياده المطر، ده اول سبب. طب في بلاد تاني ما فيش مطر كتير وبيحصل فلود، طب ايه السبب؟ هقول له درجه الحراره عاليه، فالثلج اللي في البلد ده حصل له ميلتنج، ساح. التلج لما يسيح ده يبدا يغرق البيوت كلها بالميه. يبقى اول سبب يعمل فلودك انكريز رين فول، مطر زايد، او ميلتنج سنو، يدوب التلج بسرعه. يبقى لو حصل ميلتنج سنو او انكريز رين فول، ده بيسبب ظاهره الفلود. ده منظر دول حصل فيها فلود. ده احنا قلنا سببين للفلود، يا اما انكريز رين فول، زياده معدل المطر، يا اما ميلتنج سنو. الاقي مستوى الميه زاد لدرجه ممكن يغطي البيوت ويغطي العربيات. اه دي اللي احنا شايفينها دي اسمها هوريكانز، وده اسمه فلودز. فلودز يعني مطر زياده. وايه الفلودز خطورته اكتر فين؟ الفلودز خطورته اكتر لو هو بينزل على الارض سلو، تلج، فالسنو مش عارف يشرب الميه، التلج مش عارف يشرب الميه الزياده دي، فتبدا تغرق البيوت زي المنظر اللي احنا شايفينه ده. كده البيوت كلها غرقت تحت الميه. بيقول لي every few decades، يعني كل قرون قليله، يعني كل مئات السنين، بيحصل very extreme floods، يحصل فيضانات كبيره جدا. طيب الفلودز دي بتكون مور دينجرس، اخطر، في حاله لو اللاند اللي محوطه بالفلوت فروزن، ميه متجمده، ارض متجمده، فمش عارفه ابزورب مور ووتر، مش عارفه تمتص الميه. ازاي؟ عندي فلود اهو في منطقه كده في فيضان، والحته دي كلها متجمده، فمش عارفه تمتص الميه اللي فيها، فالفلود دي يغرق اماكن اكتر. عايزين نشوف هارمز اوف فلود، ايه الاضرار بتاعت الفلود؟ الاضرار بتاعت الفيضان نمبر 1 damage of building، تاكل المباني. تاني حاجة death of people، موت الناس. harming of economy يعني ضرر في الاقتصاد. يبقى أي بلد يحصل فيها فلود، death damage building harming economy. هل الفلود كله أضرار؟ قال لك لا، الفلود ليه أدفانتج، مميزات. إيه الميزة الوحيدة؟ قال لك في بعض الإيكو سيستم، بعض البيئات depend on periodic flows، بتعتمد على الفيضانات الدوريه اللي بتيجي منظمه، يعني زي المنطقه اللي حوالين الناين، ريفر ناين، نهر النيل. الظاهره الثالثه اللي عندنا اسمها ساند ستورم. احنا قلنا في ظاهره اسمها دراوت يعني جفاف، فلوز يعني فيضان، الظاهره الثالثه اسمها ساند ستورم يعني عاصفه رمليه، او بنسميها داست ستورم. دي عباره عن فيري سترونج ويند، رياح قويه لدرجه ان ممكن تشيل بيوت كامله. Very strong wind.
طيب بلوم اب، وهي بتهد يعني، وهي بتيجي تشيل فيها ساند رمله او دست تراب من الدراي اريا، بتيجي من الديزرت. يبقى دايما اي ساند ستورم ده جايه من الصحراء. يجي العلماء بتوع الطقس اللي اسمهم ميتروليجيست يقولوا لنا يا جماعه الاسبوع الجاي في ساند ستورم جايه، اي حد مريض حساسيه في الصدر يفضل ان هو يلبس كمامه او ما يخرجش من البيت في الوقت ده، عشان الرياح اللي بتجيلي جايه من الديزرت، يا اما محمله بالساند او بالضغط او الاثنين مع بعض. الساند ستورم بتسافر كيلو فيري سيفرال كيلو متر، مئات الكيلومترات. طب ايه الاضرار بتاعه الساند ستورم؟ قال لك نمبر 1 دست ريديوس ذا فيزيبيليتي، التراب بيقلل الرؤيه وانا مسافر. انا لو انا مسافر وفي عاصفه رمليه قدامي انا مش شايف حاجه غير تراب، يبقى ريديوس فيزيبيليتي. تاني واحده اكيوميليت اون ذا سولار بانل، بيتراكم على السولار بانل. اكيوميليت اون ذا سولار بانل يعني ايه اكيوميليت اون ذا سولار بانل؟ في عندي لوحات شمسيه، اللوحات الشمسيه دي شغاله بضغط السولار انرجي. طب لما يجي يتراكم عليها التراب هتشتغل؟ يبقى اكيوميليت اون ذا سولار بانل. ايه تاني؟ قال لك ضغط في الاريجيشن كانال، قنوات الري اللي بنروي بيها الاراضي الزراعيه تتملي تراب، فده بيخلي الميه يبقى بور كواليتي مش نظيفه. ايه تاني؟ دامج ذا بلين انجن، يبوظ المحرك بتاع الطياره، عشان كده الطياره لو لقيت عاصفه رمليه بتضطر تعمل لاندنج، لان ممكن التراب يبوظ المحركات. ايه تاني بيعملوا الساند ستورم؟ هارم ان ذا اي اند ريسبيراتوري سيستم، بيأثر على العين والجهاز التنفس. يبقى نقولهم تاني، ريديوز فيزابيليتي اكيوميليتن سولار بانل في الاريجيشن كانال بلين انجن هارم هيومن اي اند ريسبيراتوري سيستم. كده نكون خلصنا كل كونسبت 3.